نشرة الأخبار مع نجاح المولى وهبة باسم. نشرة الأخبار الرئيسة مشاهدينا نقدمها لكم من العراقية الإخبارية، ونبدأها دائما بالعناوين. الكاظمي يؤكد قدرة القوات الأمنية على مواجهة التحديات ويدعو للوقوف إلى جانبها وعدم السماح بانعكاس الوضع السياسي عليها. نحذر بشكل كبير من زيادة كبيرة بعدد الإصابات بالعراق، وزيادة بعدد الوفيات، وزيادة بعدد الحالات الحرجة. إصابات كورونا تزيد على حالات الشفاء لأول مرة منذ أكثر من شهرين، والصحة تلوح بإعادة حظر التجوال إذا استمر التهاون بالتوجيهات. المالية النيابية تقترب من حسم موازنة العام الحالي، وتصويت الأغلبية يهدد حصة كردستان مع استمرار عدم الوصول لاتفاق حولها. المراكز الموجودة متوفرة، حتى لو كانت يمنة قريبة لكن صعب التفاهم معهم لأنه أنا أصم. الصم والبكم يختارون التمسك بأصواتهم، حملة لتحديث البيانات البيومترية في هيئة ذوي الإعاقة تحضيرا للانتخابات. شدد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي على أهمية أن لا ينعكس الوضع السياسي على الوضع الأمني حتى لا تخضع القوات الأمنية لأي ضغوط. الكاظمي وخلال استقباله أعضاء لجنة الأمن والدفاع النيابية قال أن الأجهزة الأمنية قادرة ولديها الإمكانية الكاملة لمواجهة التحديات، إلا أنها تحتاج إلى الدعم والحماية لتبقى مستقلة ومهنية، مشيرا إلى أن القوات الأمنية مستمرة بتنفيذ العمليات الاستباقية ومواجهة التحديات بقوة، ونجحت بتنفيذ عملية مهمة استهدفت 4 أهداف، منها ما يسمى ولي الجنوب، فضلا عن قتل ما يسمى ولي العراق الأسبوع الماضي بعمليات بطولية عراقية بامتياز. كما ذكر نجاح الأجهزة الأمنية بتدمير جماعة كاملة وقتل أكثر من 42 إرهابيا جنوبية نينوى الشهر الماضي. ضربة نوعية أسفرت عن قتل والي جنوب العراق كما يدعى بتنظيم داعش الإرهابي ومن معه غربي بغداد. عدسة العراقية الإخبارية وثقت مخبأ الإرهابيين الذين أثبتت الأجهزة الأمنية تورطهم بحادثة الطيران، وأكدت استمرار مثل هكذا عمليات نوعية للقضاء على الإرهاب. داخل مزرعة بمنطقة الزيدان في قضاء أبو غريب غربي بغداد، يختبئ الإرهابي جبار علي فياض ومجموعته للتخطيط وتنفيذ عمليات إرهابية غير حادثة الطيران التي أثبتت التحقيقات تورطه بالإشراف عليها، ومعه الإرهابي غانم صباح جواد الذي نقل الإرهابيين الانتحاريين. فبعد متابعة ميدانية وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة، توصلت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية إلى وكرهم، وزودت التحالف الدولي بمكان وجودهم، لينتهي المطاف بتلك المجموعة أشلاء متناثرة. هذه الأهداف هي أهداف نوعية مهمة، وبالتالي أصابت داعش بمقتل، لأن هؤلاء المجرمين كانوا مسؤولين عن ما حدث في ساحة الطيران. الإشراف والدعم المباشر للسيد رئيس الوزراء القائد عام القوات المسلحة للعمل الاستخباري في العراق وتنشيط ودعم الأجهزة الاستخبارية أدى إلى نتائج إيجابية طيبة على أرض الواقع فيما يخص الجهد الاستخباري الدقيق. عملية نوعية بحسب أمنيين استهدفت مجموعة كانت تشكل خطرا على أمن المناطق التي تقع غربية بغداد، والعمليات المشتركة تؤكد استمرار القطعات العسكرية بإجراءات استباقية لملاحقة الإرهابيين في مناطق أخرى.
هذا الجهد الاستخباري الكبير نابع عن توجيه القائد العام للقوات المسلحة بضرورة تكثيف الجهود الاستخبارية والأمنية للثأر لشهدائنا الأبرار الذين سقطوا في ساحة الطيران. لذلك سواء كانت وكالة التحقيقات أو الأجهزة الأمنية الأخرى الاستخبارية والعمليات الكبيرة النوعية اللي تقوم بها قواتنا الأمنية الآن سواء أسد الجزيرة أو العمليات النوعية الأخرى بالتأكيد هي تصب في تجفيف منابع الإرهاب، منع الإرهابيين من الحصول على موطئ قدم. ضربتان جويتان دقيقتان وفق معلومات وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية استهدفتا 4 إرهابيين أبرزهم الإرهابي المكنى أبو حسن الغريباوي الذي كان يشغل منصب ما يسمى العسكري العام لقاطع جنوب العراق والذي أشرف على العملية الإرهابية في ساحة الطيران، وتأكيدات استخبارية بأن المرحلة المقبلة ستشهد قطف مزيد من رؤوس قادة الإرهاب. من مكان الضربة الجوية في قضاء أبو غريب، علي الأحمد، العراقية الإخبارية. إذا نناقش التطورات الأمنية وآخر العمليات الاستباقية مع المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول. سيادة اللواء أرحب بك. إذا ضربات مدوية وجهتها القوات الأمنية العراقية على فلول داعش الإرهابي الغريباوي وقبلها العيساوي وآخرون، هل ستشهد الأيام المقبلة عمليات من هذا النوع لصيادة أو صيد رؤوس كبيرة مثل هذه الرؤوس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحياتي لكم ولمشاهدي قناة العراقية. حقيقة العمليات النوعية والاستباقية وتكثيف الجهد الاستخباراتي هذا ما يؤكد علي السيد القائد العام للقوات المسلحة السيد مصطفى الكاظمي بتوحيد الجهد الاستخباراتي واستمكان ما تبقى من فلول إصابات داعش الإرهابي. العملية الأخيرة خاصة اللي حثت في منطقة تبو غريب غرب بغداد كانت وفق معلومات وكالة الاستخبارات التحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، وكان هناك حقيقة متابعة وتم الإشراف عليها والتنسيق من قبل قيادة العمليات المشتركة. قيادة العمليات المشتركة تعتبر هي المسؤولة عن القيادة والسيطرة والتنسيق ما بين كل الأجهزة الأمنية، وأيضا هناك متابعة استخباراتية دقيقة. العملية نفذت بدقة، كان هناك مراقبة مستمرة لهؤلاء الإرهابيين. طبعا ما قتل بهذه الضربة هم 4، 2 تم التعرف من عندهم والاثنين الآخرين جاري أيضا تحقق من هويتهم. الأول هو ما يسمى والي الجنوب، والثاني هو الشخص المسؤول عن عملية نقل الانتحاريين اللي نفذوا عملهم الجبان في ساحة الطيران. هذه رسالة حقيقة كبيرة أنه اليوم قوات الأمنية والأجهزة الاستخباراتية مستمرة باستهداف هذه الفلول والتفكيك الشبكات الإرهابية. أيضا سبق العملية النوعية التي نفذت في جنوب كركوك في وادي الشاي، وتم قتل ما يسمى نائب الخليفة ووالي العراق وعدد من معاونيه ومساعديه. كذلك العملية النوعية الأخرى التي نفذت في منطقة عين الجحش جنوب الموصل اللي تم القضاء بها على ما يسمى ولاية دجلة بشكل تام، وهذا كله من خلال الجهد الاستخباراتي. لهذا يركز السيد القائد العام للقوات المسلحة على تفعيل الجهد الاستخباراتي وتوحيد العمل الاستخباراتي لنحقق المزيد من عمليات الاستهداف والقضاء على هذه العناصر الإرهابية الجبانة. طيب نبقى في عملية أبو غريب التي أطاحت برؤوس كبيرة، لكن نتحدث عن 2 من الإرهابيين لم يتم التعرف لحد الآن عن هويتهما، ما الأسباب؟ لا هناك تحقيق وهناك يعني الاستمرار بعملية معرفة يعني هوياتهم، وإن شاء الله بعد التعرف عليهم نعلن عن الأسماء المتبقية. ممكن أن يكون مساعدين أو يكون من ما يسمى المقربين أو الحماية لهؤلاء الإرهابيين، لكن لو نأتي على دلالات هذه العملية كانت دلالات كبيرة. أنا أركز هنا على موضوع القيادة والسيطرة. قيادة العمليات المشتركة حقيقة وهي مسؤولة عن كل القطاعات والأجهزة الأمنية والاستخبارات وتوحيد عملها والتنسيق ووضع الخطط والمتابعة، وهناك أيضا إشراف ومتابعة من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة على كل العمليات النوعية والاستباقية. هذا يأتي ضمن عمليات الثأر لدماء شهدائنا الأبطال سواء في سقطوا في ساحة الطيران أو في العملية الجبانة الأخرى ضد أخواننا في قوات الحشد الشعبي في شرق
صلاح الدين. طيب نتحدث عن هذه العملية وجاءت بعد حادثة الطيران وأيضا منطقة العيث في صلاح الدين ضد الحشد الشعبي، ما المعلومات التي قادت إلى توجيه ضربات من هذا النوع في هذه المناطق بالتحديد؟ نتحدث عن منطقة أبو غريب حضرة اللواء. يعني شوف أقول لك، أولا نحن كمعلومات استخباراتية عندنا معلومات استخباراتية، هناك متابعة دقيقة من الجهد الاستخباراتي. لو نأتي على العملية اللي في وادي الشاي، هذه العملية كان متابع ما يسمى والي العراق أبو ياسر العيساوي ومجموعته منذ أيلول عام 2020 ولغاية كانون الثاني عام 2021 من خلال حقيقة رجال الظل جهاز أبطالنا في جهاز المخابرات بحدود 8 أشهر هناك متابعة لهذا الإرهابي، وكان هناك العديد من هذه المحاولات للصيادة. احنا اليوم نأكد على الجهد الاستخباراتي، المعركة مالتنا هي معركة استخبارات ما تبقى من هذه العناصر الإرهابية. لهذا أنا أعتقد الأجهزة الاستخباراتية تبلي بلاء حسن في موضوع المتابعة والملاحقة، وحققنا حقيقة ضربات نوعية كبيرة إضافة إلى الأجهزة الأخرى من ضمن الأجهزة الاستخباراتية، وكان آخر هذه العملية التي نفذت بمعلومات استخباراتية من قبل وكالة استخبارات التحقيقات الاتحادية. طيب سيادة اللواء، متى من الممكن القول أن الرؤوس الكبيرة المدبرة لهذا التنظيم قد انتهت بشكل كامل في العراق؟ يعني أولا سيدتي الكريمة، لا يزال هناك خطر للإرهاب، لنعي هذا الموضوع أنه لا زال هناك بقايا لهذه الفلول الإرهابية، لا زال هناك شبه. كنا نتحدث عن خلايا نائمة سيادة اللواء، ونتحدث عن مناطق رخوة، ربما لا يعني الحديث عن رؤوس كبيرة لتنظيم داعش مستحدث، يعني أصبح يعني حديثا. أولا أكو نقطة مهمة، إحنا لا زال هناك لدينا اهتمام كبير، وهذا بتوجيه من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة وبإشراف ومتابعة من قبل السيد معالي وزير الدفاع السيد رئيس أركان الجيش، أيضا قيادة العمليات المشتركة لتأمين الحدود العراقية السورية. لا زالت هناك مناطق شمال شرق سوريا لا زال هناك تواجد للإرهاب بها بشكل كبير. وتعرفين الحدود العراقية السورية بحدود 610 كيلومتر تقريبا، مسافة كبيرة أكثر من 400 كيلومتر تم تحكيمها وتحصينها بشكل تام، وإحنا مستمرين أيضا بعملية تحكيم ما تبقى من يعني الحدود العراقية السورية. لهذا نركز عملنا ونرى كل العمليات تقوم بها قطاعاتنا سواء عمليات كبيرة أو عمليات تفتيش وملاحقة ضمن مناطق غرب نينوى وصحراء الأنبار. هؤلاء الإرهابيين حاولون يتنقلون من مكان إلى آخر. ما تبقى من هؤلاء الإرهابيين عصابات تعمل من 3 إلى 6 كأفراد، يحاولون أنه يتنقلون ما يعطون مكان ثابت، الغاية من أدها عدم أعطاء فرصة لقواتنا باستهدافه. لكن هذا الضغط الكبير، هذه العمليات التعرضية، عمليات الملاحقة اللي تقوم بها قطاعاتنا، الجهد الاستخباراتي اللي يرافق، التنسيق منظومة القيادة والسيطرة في قيادة العمليات المشتركة، هذا كله أثمر بهذه الجهود الكبيرة عن اصطياد هذه الرؤوس. اليوم أنت عندما تضرب وتقتل ما يسمى والي العراق وعدد من المساعدين اللي هم أيضا يعتبرون القيادات الصف الأول لهذا الإرهابي، تضرب أيضا مجموعة أخرى وتقتل ما يسمى والي الجنوب وتقتل عناصر أخرى، تضرب مستودعات لدعم اللوجستي أو مخابئ للعبوات والمواد تدخل بعمليات تفجير، هذا رسالة واضحة أنه اليوم لدينا قدرة كبيرة على أن نستهدف ما تبقى من هذه الفلول الإرهابية، مساحات شاسعة كبيرة. لكن رغم هذا الجهد الاستخباراتي والحاضر، الاستخبارات في موارد بشرية والجهد الفني الآخر، العمل عندما يركز ويكون تنسيق عالي نحقق نتائج كبيرة. لكن ما أؤكد عليه ونؤكد عليه أنه سنستمر بالملاحقة ومطاردة إلى أن يتم القضاء على ما تبقى من هذه الفلول، وسنضرب بيد من حديد كل ما تبقى من هذه الإصابات الإرهابية. المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة لواء يحيى رسول كنت معنا، شكرا جزيلا. في الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، سجلت وزارة الصحة والبيئة ارتفاعا ملحوظا في عدد الإصابات، إذ بلغت 1317 حالة و11 وفاة في جميع محافظات العراق. الوزارة ذكرت أنها رصدت أيضا تماثل 1275 مصابا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.
تصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى دفع وزارة الصحة لاستباق السيناريو الأسوأ والتحذر من عودة دخول البلاد بموجة جديدة من الوباء. الوزارة أكدت أنها بصدد مراقبة الوضع الوبائي واتخاذ الإجراءات الأكثر تشدداً في حال تدهور الوضع الوبائي، ومنها العودة لقرار الحظر والغلق التام للمؤسسات وغلق الحدود. بعد أن تنفست الصعداء وتضاءلت نسب المصابين الوافدين إليها، بدأ الخوف يطرق أبواب هذه المؤسسات الصحية بعدما سجلت المستجدات الوبائية نسب إصابات فاقت التوقعات، الأمر الذي دعا الوزارة لإطلاق تحذيراتها. نحذر بشكل كبير من زيادة كبيرة بعدد الإصابات بالعراق، وزيادة بعدد الوفيات، وزيادة بعدد الحالات الحرجة والشديدة. سنتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق من يقوم بهذه التجمعات استنادا إلى قانون الصحة العامة، ومن خلال القرارات التي اتخذتها اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية. وكذلك ندعو وزارات التعليم العالي والتربية إلى الالتزام بتعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية من حيث التعليم الإلكتروني، والالتزام بيوم واحد دوام بالنسبة للمدارس الأهلية والحكومية. مؤتمر سبقته تحذيرات ورافقته حملات على المناطق والمحلات أظهرت عدم التزام وإهمال للوقاية. احنا ما نريد نرجع يعني بالموضوع يعني بالاتجاه الثاني حقيقة. هذا راح يسبب لنا مشكلة وراح يسبب تفاقم الموضوع، وقد ندخل في الموجة الثانية التي لا تحمد عقباها. لبس الكمامة يكاد يكون معدوما، التباعد الاجتماعي غير مطبق، وهذا انعكس على زيادة تدريجية مؤخرا بالإصابات بعد أن حققنا معجزة في استيعاب الحالات، من كانت آلاف وصلنا إلى مستويات شفاء قياسية، مستويات وفيات منخفضة قياسية، لكن مع شديد الأسف قد نكون في بداية جائحة جديدة. الوزارة حذرت بشدة من الإقبال على موجة جديدة لارتفاع الإصابات ما لم تتوقف مظاهر التجمعات والتحشد في المناسبات، ودعت رجال الدين والعشائر والفعاليات الاجتماعية لأخذ دورها التوعوي، وحذرت المخالفين من إجراءات قانونية. تحذيرات لم تنتهي منذ بدء الجائحة، وتكهنات ظلت تتزايد كلما ازداد إهمال المواطن لإجراءات السلامة والوقاية، فعادت وزارة الصحة لإطلاق بياناتها التي فتحت فيها الأبواب على كل الاحتمالات. من بغداد، منشد الأسدي، العراقية الإخبارية. مناقشة لآخر تطورات الموقف الوبائي، نستضيف وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي. دكتور مساء الخير، ونتحدث عن بيانات ومؤتمر صحفي وتحذيرات مستمرة، ويبدو أن الوزارة تستشعر خطرا مقبلا، ما هو نوع وحجم هذا الخطر الذي تحذر منه الوزارة بشكل مستمر؟ مساء الخير عليك وعلى مشاهدي قناة العراقية. حقيقة باقي 3 أسابيع والعراق يكمل سنة واحدة على تسجيل أول حالة إصابة بالكوفيد 19، ومنذ ذلك الحين وإلى يومنا هذا والوزارة تناشد وتنادي أبناء الشعب العراقي للالتزام لغرض عبور هذه الأزمة وهذه الجائحة التي أصبحت تشكل خطرا حقيقيا. وكما تعلمون منذ ذلك الحين وبعد ازدياد نسبة الإصابات بشكل كبير بعد شهر آيار، وبدأنا نسجل آلاف الحالات، بدأت وزارة الصحة ومن خلال إجراءات اللي اتخذتها إلى السيطرة نوعا ما على هذا الفيروس، ولا سيما قبل 30 يوم كما ذكرنا في البيان الصحفي اليوم أنه كانت نسبة الإصابات من عدد الفحوصات اللي هي أكثر من 35,000 كانت نسبة الإصابات بحدود 1.5%. وبعدها استشعرنا بعد ظهور السلالة الجديدة إلى أن هناك خطر كبير، واتخذ مجلس الوزراء قرارات حقيقة من ضمنها هي منع دخول الوافدين من الدول التي سجلت بها السلالات الجديدة، وكذلك الإجراءات الاحترازية فيما يخص دوام المدارس ودوام الكليات. إلا أننا للأسف الشديد لم نجد آذان صاغية من المواطن الكريم ومن الجهات القطاعية والجهات المعنية. لاحظنا بشكل كبير تم إعادة موضوع مجالس العزاء، صالات الأفراح، المناسبات، الأسواق، المولات، وحقيقة تكاد اليوم ترى أن ترى أن هناك انعدام كامل لارتداء الكمامة في الشارع العراقي، في المولات، في الأسواق. ولاحظنا أيضا في حتى في مؤسسات الدولة، وهذا مؤشر وبلغنا به أنه حتى في الوزارات وفي كل دوائر الدولة تقريبا انعدمت الكمامة إلا ما ندر. وهذا حقيقة بدأ يشكل بشكل كبير تأثير على الناس اللي كانوا ملتزمين،
نلاحظ اليوم أعلى إصابات موجودة هي في جانب الكرخ، بعد أن كانت الإصابات محدودة في هذا الجانب نتيجة الالتزام أغلب المواطنين، وبعد أيضا لاحظنا زيادة في كبيرة في الإصابات في محافظات النجف وكربلاء حيث المراقد المقدسة. طيب. وحقيقة أيضا كانت لدينا تواصلات مع العتبات المقدسة والأمانات العامة للعتبات المقدسة، وكنا نستشعر دائما أن هناك رفض من قبل المواطن حتى حينما يتم توزيع الكمامة يضع الكمامة في جيبه ولا يرتدي الكمامة. طيب. هذا أثر بشكل كبير وانعكس اليوم على زيادة نسبة الإصابات، كما ذكرنا قبل أسابيع كان لدينا 500 و600 إصابة، اليوم تجاوزنا 1300 إصابة، فكان لابد من اتخاذ بعض الإجراءات التي تستوجب تجديد الإجراءات وتجديد القيود واتخاذ القرارات الملائمة في سبيل الحد من انتشار وزيادة الإصابة بهذا الفيروس. ما هي أبرز هذه الإجراءات حضرة الوزير؟ يعني حقيقة نحن سنناقش ذلك ضمن اجتماع اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية، وأيضا اتخذنا العديد من القرارات ولا سيما في ما يخص الدراسة، فيما يخص دوام الكليات، فيما يخص المطاعم والمولات، وحينها حينما تعرض فيه وتناقش في اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية في الأسبوع القادم إن شاء الله ستصدر هذه القرارات. هل نصل إلى إعادة فرض حظر التجوال سواء كليا أو جزئيا؟ هل هذا وارد في الحسبان حضرة الوزير؟ يعني حقيقة نحن كوزارة صحة اليوم ضمن توصياتنا، وكنا يوم أمس في اجتماع مطول مع اللجان الاستشارية والخبراء مساء إلى ساعات متأخرة من الليل لمناقشة الموقف الوبائي، ولدينا حقيقة غرفة عمليات خاصة بالتنبؤ للإصابات، نتوقع هناك إصابات أعلى في الأسابيع القادمة وهذا ما شكل خطر حقيقي. نعم اليوم البنى التحتية لوزارة الصحة والإمكانيات متوفرة بشكل كامل وبشكل كبير وحقيقة عشرات الأضعاف عما كانت عليه سابقا فيما يخص جائحة كورونا، بعد أن استطعنا أن ونجحنا بعزل الخدمات العامة في المستشفيات العامة عن المراكز المخصصة لكورونا، ولكن حقيقة زيادة نسبة الإصابات، واليوم المؤشر الخطير الذي وجدناه حقيقة في هذه الأيام هي زيادة الحالات الحرجة والحالات الشديدة، وهذا ما يعني قد يؤدي لا سامح الله إلى زيادة في نسب الوفيات، ولذلك وضعنا خطط متكاملة للتعامل مع هذه الحالات والإجراءات المتخذة من قبل وزارة الصحة مع الجهات المعنية والتوصيات التي من شأنها تقيد وتشدد الإجراءات. ومن هذه الإجراءات حقيقة هي اليوم هو مو الموضوع موضوع حظر تجوال وغلق الطرق، احنا هذا مو ضمن سياستنا ولا هدفنا، ولكن حقيقة سنتخذ القوانين الصارمة حسب ما أتاحه لنا قانون الصحة العامة بأشد العقوبات اتجاه المولات، المحلات، الصالات، وحتى الذين يقومون أو الحسينيات والجوامع وقاعات العزاء، وسنتخذ الإجراءات القانونية اللي من خلالها تطبيق قانون الصحة العامة الذي قد يؤدي إلى اتخاذ القرارات القضائية بإلقاء القبض والسجن والغرامات المالية الكبيرة التي ستفرض ضمن هذه الإجراءات، وكل الآن الاحتمالات مفتوحة أمامنا من ضمن التوصيات التي ستطلقها اللجنة الاستشارية العليا ولجنة الأمر بالديوان 217 وستدرس من اللجنة العليا للصحة والسلام الوطنية. في نفس السيناريو تقريبا نفس الحديث جرى قبل أن تنخفض الإصابات إلى يعني علامة فارقة في الموقف الوبائي، لكن عندما تتحدث عن خطورة مقبلة حضرة الوزير وتتحدث عن حالات حرجة ووفيات بكثرة لربما أو بكثرة لربما نتوقع أيضا أن يتم إعادة حظر التجوال حتى لو كان جزئيا، وتحدث أنه كل الاحتمالات مفتوحة، متى سنصل إلى لربما المطالبة بإعادة الحظر إذا كان جزئيا أو كليا في أي مفصل بالتحديد؟ لا يعني حقيقة موضوع الحظر الصحي الذي نتكلم عنه وارد جدا، وأيضا الإجراءات القانونية اللي ستتخذ من قبل أقسام الصحة العامة في بغداد والمحافظات، نعم موضوع الحظر هو موضوع مطروح من قبل وزارة الصحة ليس بالوقت الحاضر، وإنما نراقب الموقف الوبائي، ولكن حقيقة هذا مرهون بمدى التزام المواطن ووعي المواطن. اليوم نلاحظ الكثير من المواطنين من خلال ما سمعناه وبعض الاتصالات التي
تريدنا وبعض الأشخاص اللي يزورون الوزارة ويتكلمون في هذا الموضوع. لو أعطيك بعض المعطيات، حينما بدأنا باتخاذ قرار استئناف الدراسة في 29/11 كان هناك القرار هو يوم واحد بالأسبوع سواء المدارس أهلية أو حكومية. لاحظنا حقيقة أنه الكثير لم يلتزم بهذه التعليمات ولا سيما المدارس الأهلية، وكان الدوام أكثر من يوم بالأسبوع. لاحظ اليوم معاهد الدروس الخصوصي التي تعيش في الصف الواحد أكثر من 60 أو 80 طالب للأسف، وهذا شيء خطير جدا، ولا سيما وأن الأطفال هم أكثر ناس ممكن أن ينقلون هذا الفيروس، ولا سيما الكوفيد 19 قد يحمل الفيروس وتظهر أعراض بسيطة ولكنه يكون ناقل إلى العائلة. وبالتالي أيضا بالنسبة إلى المولات، بالنسبة إلى المطاعم، بالنسبة إلى صالات الترفيه، بالنسبة إلى الملاعب، نلاحظ اليوم حقيقة لا يوجد أي التزام من قبل المواطن. ولذلك اليوم احنا ما يهمنا هو الأمن الصحي العراقي، وما يهمنا اليوم هو سلامة المواطن العراقي. لن نسمح ببعض الأشخاص الذين لا يريدون أن يلتزمون بأن ينقلوا هذا الفيروس إلى الناس الملتزمين وإلى العوائل، ولا سيما العوائل التي لديها أشخاص كبار بالسن أو لديهم اعتلالات ومضاعفات مرضية قد تكون السبب بحصول مضاعفات وبالتالي خسارة أعداد كبيرة من الأشخاص نتيجة لعدم هذا الالتزام. طيب حضرة الوزير، بعض المصادر تتحدث أنه لربما هناك قرار بحظر التجوال يبدأ في 10/2 وينتهي 10/3، بمعنى شهر. وتحدث قبل قليل أنه كل الاحتمالات مفتوحة. هل سنصل إلى هذا الخيار أو ما مصداقية هذه الأقاويل والأحاديث؟ لا، حقيقة كل ما يشاع هو كلام غير دقيق. كل ما يشاع هو اليوم بعض التفسيرات والتأويلات من هنا وهناك. القرار الحظر واتخاذ الإجراءات هو قرار يخص اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بناء على معطيات الموقف الوبائي. ونحن اليوم أيضا لدينا اجتماعات مع الهيئات الاستشارية ولجان المستشارين، ونحلل المواقف ومتواصلين مع كل اللجان العلمية في دوائر الصحة ومتابعة أعداد المرضى الراقدين بالعناية المركزة والردهات. نعم هناك زيادة، ولكن هذه الزيادة لحد الآن لم تصل إلى الحد اللي نخاف من عنده، ولكن نحن نضع في الحسبان ماذا سيحصل بعد أسبوع أو أسبوعين، ونحن متوقعين هذه الزيادة. ولو كنتم تلاحظون كل البيانات التي صدرت من وزارة الصحة قبل أشهر هي كانت تنذر بوجود زيادة ستكون نتيجة لما لمسناه من عدم لا أي أرقام تتوقع وزارة الصحة المواطن. أن ترتفع الإصابات حضرة الوزير، نتحدث أنه في ذروة كورونا في وقت سابق نتحدث عن 3,000 إلى 4,000 إصابة باليوم، هل ممكن أن نعود إلى هذه الأرقام مجددا؟ كل الأرقام متوقعة في حال استمرار المواطنين بهذه المنهجية بعدم الالتزام وعدم الاكتراث للتعليمات. التعليمات التي تصدرها وزارة الصحة هي تعليمات مبنية على أسس علمية، مبنية على طبيعة وسلوك هذا الفيروس وما نلاحظه في دول العالم. كما تعلمون اليوم أكثر من 70 دولة أعلنت الغلق التام وغلقت حدودها ومطاراتها، ولم تستقبل أي من الدول الأخرى، ولا تستقبل مواطنين ولا سيما من الدول التي فيها زيادة بنسب الإصابات. طيب احنا اليوم لو نلاحظ العالم يمكن قد يكون اطمئن نتيجة لإعلاننا بأن هناك اللقاح سيصل قريبا. احنا نقول أن اللقاح اليوم عدد كما ذكرنا بالبيان، عدد الأشخاص الذين تلقى اللقاح بالعالم هو 1.4% من سكان العالم، ودول العالم التي بدأت باللقاح قبل حوالي أسبوع أو 3 أسابيع نلاحظ هناك أيضا انتشار كبير للوباء في هذه الدول. طيب. وهذه الدول أيضا أعلنت الغلق التام، فلذلك نتوقع الزيادة. علينا أن ننتظر وعلينا أن نساند جهود وزارة الصحة ونساند جهود الحكومة في تطبيق التعليمات الصحية الصادرة من وزارة الصحة واللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، ووصول اللقاح قريب بإذن الله. مساعدتنا في هذا الجانب، احنا كل شيء نريد غير ارتداء الكمامة اليوم، خل تمارس الحياة بالنسبة إلى المحلات، بالنسبة إلى المولات، بالنسبة إلى الطلبة، ولكن ارتداء الكمامة هو الأساس. الكمامة أهم من اللقاح حقيقة في تصورنا. طيب. وفي تحليلاتنا العلمية، فالتزام المواطن راح يكون الكفيل بمنع حصول حظر التجوال أو الحجر الصحي في بعض المناطق. سنتحدث عن اللقاحات التي ستصل خلال 3 أسابيع، لكن بالحديث عن لربما مع احتمالية ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، هل نتحدث عن
قدرة استيعابية لاستيعاب المصابين، نتحدث عن الغطاء السريري حضرة الوزير، هل كاف مع هذه الاحتمالية؟ وهل هناك إمدادات أو دعم قادم للمزيد من المستشفيات المتنقلة أو المستشفيات الخاصة بالمصابين بكورونا؟ حقيقة نحن منذ شهر حزيران ولحد الآن أنشأنا بحدود 80 مستشفى، 62 مستشفى الآن دخلت الخدمة بطاقة أكثر من 10,000 سرير، أكثر من 10,000 جهاز تنفس صناعي، أكثر من 47 جهاز مفراز جديد دخل للخدمة، 30 جهاز ثابت و17 جهاز متحرك، زدنا الطاقة الخزنية للأكسجين أكثر من 7 أضعاف، لدينا معامل أكسجين، لدينا ملاكات متدربة، أكثر من 70 مختبر موجود الآن. كما ذكرت أنا كل المستشفيات التعليمية والمستشفيات الأساسية عدناها للخدمة وتقدم الخدمات للمواطنين بشكل مستمر. طيب، جنب هذه المستشفيات تم إنشاء مراكز خاصة بكورونا. نعم الطاقة الاستيعابية موجودة، ولكن كما تعلم الانتشار السريع لهذا الفيروس ولا لا سامح الله دخول السلالات الجديدة. احنا اليوم ليش نعول على الغطاء السريري وامكانيات وزارة الصحة بقدر ما نعول على ساعات حينما نخرج من البيت ان نرتدي الكمامة؟ فلذلك نعم الامكانيات موجودة، ولكن خطورة هذه الفيروس كما اناشد من خلال قناة العراقية كل مواطن يشعر اليوم بوجود هذه الاعراض ان يراجع المؤسسة الصحية بشكل كبير، وان لا يعتمد على بعض الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة وليس متخصصين في مجال معالجة فيروس كورونا. طيب، ولذلك نلاحظ اليوم أنه أكثر الوفيات التي تصل إلى مؤسساتنا الصحية هي في آخر 24 ساعة، وبالتالي المريض لا يرقد أكثر من 24 ساعة الحالات الصعبة ويتوفى المريض. فلذلك من أجل سلامة المواطن وشعوره بأي أعراض مراجعة أقرب مركز صحي أو مؤسسة صحية. طيب، لغرض استلام العلاج وبالتالي حتى نسيطر على الحالة المرضية لهذا الشخص. خلال 3 أسابيع مقبلة سندخل سنة كاملة على تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا بالعراق، وخلال 3 أسابيع مقبلة أيضا سنتحدث عن وصول جرعات لقاح كورونا. نتحدث عن هذه المخاوف من ارتفاع الإصابات مجددا بفيروس كورونا، هل من فائدة لهذا اللقاح في تخفيض الإصابات دكتور؟ لا أكيد، هو هذا اللقاح طبعا من شركات عالمية رصينة، وأكيد أنه المواطن الذي يحصل على اللقاح يحصل على مناعة. كما تعلم الفيروس جديد واللقاح جديد، ليس لدينا معلومات كافية، ولكن اليوم العالم كله استخدم هذا اللقاح، وهناك كما تعلم مؤشرات ومتابعة لهذا المريض. نحن نعطي الجرعة وبعد أسبوعين الجرعة الثانية، وبعدها نبدأ نقيس تكوين الأجسام المضادة داخل جسم الإنسان الذي استلم هذا اللقاح. أكيد سيفرق هذا اللقاح، ونحتاج كثير من الدراسات لمعرفة هذه اللقاحات ومدى الفترة التي تعمل بها هذه اللقاحات، هل تعمل لمدة 6 أشهر أو سنة أو موسم كامل. لدينا تجارب مع اللقاحات الخاصة بالإنفلونزا الموسمية، وهي أيضا تسببها فيروسات، والمريض يأخذ أو الشخص يأخذ جرعة واحدة بالسنة، وبالتالي نحتاج الكثير من الدراسات من قبل فرقنا الطبية المتخصصة لمتابعة هذا الموضوع، ونعتمد على الدراسات والبحوث العالمية. طيب، كنا نتحدث عن 3 ملايين جرعة من لقاح كورونا قبل الحديث عن موجة جديدة من فيروس كورونا، وقبل الحديث عن ارتفاع الإصابات، هل يمثل هذا المؤشر حضرة الوزير ضاغطا على عدم كفاية هذه الجرعات؟ لا، حقيقة العراق تعاقد كما تعلم العراق منذ شهر تموز، هو بدأ بالتعاون مع مرفق كوفاكس وحجز 16 مليون جرعة. كما تعلم وذكرنا أنه هذا اللقاح هو لقاح جديد، هناك طلب عالمي كبير. العراق من أول الدول الذي سيحصل على اللقاح من مرفق كوفاكس، 3 مليون من 16 مليون، والهيئة الوطنية لانتقاء الأدوية العراقية أقرت لقاحين آخرين. طيب، طبعا هذا اللقاح هو لقاح أسترازينيكا، وهناك لقاحات أخرى اللي هي لقاح فايزر وسينوفارم. العراق أيضا لديه عقد مع شركة فايزر، وهناك 1.5 مليون لقاح كوجبة أولى سيصل. والآن الشركة العامة لتسويق الأدوية ومستلزمات الطبية
اتخذت الإجراءات وأعلنت للشركات التي ترغب بتوريد العراق من أجل التنافس السعري ما بين هذه الشركات. طيب. العراق في نهاية حزيران في نهاية شباط سيحضر يحصل على 3 أنواع من اللقاحات اللي هي لقاحات مرفق كوفاكس ولقاحات فايزر وسينوفارم، ستصل في وقت متقارب بإذن الله. أتحدث عن الدفعة الأولى اللي هي 3 ملايين جرعة، هل ستمثل ضاغطا على الوضع الحالي أو الموقف الوبائي بالعموم دكتور؟ لا أكيد راح تأثيرها إيجابي يكون، وصولها راح يكون تأثير إيجابي. إحنا اليوم عممنا الكتب وحددنا الفئات التي تستلم هذه اللقاحات، واليوم حتى أيضا نطمئن المواطن فيما يخص حتى لقاح فايزر اللي يحتاج إلى أمور لوجستية خاصة، سلاسل التبريد الخاصة بهذا اللقاح وصلت إلى العراق وسيتم توزيعها خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم إلى المؤسسات الصحية. طيب. هيئنا الملاكات العاملة لإعطاء اللقاح، والآن كل الأمور متاحة أمام فرقنا الصحية، وأيضا لدينا خطة بأن يعني يكون اللقاح ولا سيما فيما يخص لقاح سينوفارم وكذلك لقاح مرفق كوفاكس، بالإمكان الآن بعد وصول الوجبات الأخرى أن تتم عملية ذهاب الفرق الطبية إلى منازل المواطن العراقي. طيب. وإعطاء اللقاح. شكرا جزيلا وزير الصحة والبيئة الدكتور حسن التميمي. وقفت اللجنة المالية النيابية كلا من وزير النفط إحسان عبد الجبار ومدير شركة سومو علاء الياسري لحسم حصة إقليم كردستان العراق في الموازنة، وعقدت اللجنة المالية اجتماعها 39 لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة. ومع استمرار اجتماعات اللجنة المالية النيابية من أجل إكمال الموازنة، أكد نواب اكتمال الجزء الأكبر منها، ولم يتبقى سوى حصة إقليم كردستان والمناقلات بين أبواب الموازنة، فيما تحدث نواب آخرون عن تعظيم 3 تريليونات ستضاف للإيرادات وتقليل العجز إلى 26 تريليون. لم يتبقى إلا المناقلات بين أبواب ومواد الموازنة وحصة الإقليم فيها، وتنتهي اللجنة المالية من صياغة النسخة النهائية للموازنة بعد إجراء تعديلات جوهرية عليها. فقط المناقلات بعد تقليص الأبواب والنفقات، مناقلة إلى الاحتياجات الأخرى، وباقي فقط المواد المضافة فهي شيء أساسي من الموازنة. وبينما نجحت اللجنة المالية بتخفيض النفقات الإجمالية وردم العجز المالي فيها، تمكنت من مناقلة تخصيصات مالية من ذلك التخفيض لإضافته إلى تخصيصات تنمية الأقاليم وتقليل الاقتراض والاستدانة من البنك المركزي والخارج. تمكننا من خلال مناقشة أن نعظم 3 تريليون آخر على الإيرادات، يعني من 93 الآن أصبحت 101 تريليون، وهذا يعني أنه العجز انخفض من 71 إلى 26 تريليون، أكثر من 1/3 العجز. فالحكومة كانت مقررة أنه تستدين أو تسوي خصم لسندات الخزانة، حوالات الخزانة من البنك المركزي ب 47 تريليون، الآن بقى 2 تريليون فقط. أكو مبلغ مخصص بالموازنة، هو يعني هذا للبترودولار حوالي 2 تريليون، هذا شلون راح يقسموه على حصة المحافظة اللي على كمية الإنتاج مالتها؟ فهذه هنا تعرف يعني ما راح يدفعون كل المبلغ كامل، نسبة من عنده راح تدفع الحكومة والمتبقي من عنده صار مقترح أنه يكون عيني. وتضمنت الموازنة في شكلها الجديد بعد التعديل توزيع النفقات المالية على المحافظات وفق نسبة السكان والمحرومية، وإضافة حصة البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط وتسديده على شكل دفعات مالية. وبعد ضغط النفقات الإجمالية في الموازنة، ارتفعت مخصصات تنمية الأقاليم والمحافظات لاستثمارها في الجوانب التنموية والخدمية. سجاد الموسوي، العراقية الإخبارية، بغداد.
لم تتوصل المحادثات الجارية بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان لاتفاق على صيغة نهائية للمشاكل العالقة، على الرغم من عدد الطروحات التي اختلفت بين إشراف الحكومة على واردات كردستان النفطية وغير النفطية، وبين تسليم 500 ألف برميل يوميا بدلا من 250 ألف، فيما عبر نواب عن تخوفهم من انهيار المباحثات بين الطرفين. لم تتوصل الكتل النيابية لغاية الآن إلى صيغة نهائية للاتفاق مع الوفد الكردي لإدراجه ضمن قانون الموازنة، وتصر أطراف سياسية على تسليم الإقليم 500 ألف برميل يوميا بدل 250 ألف برميل كما يرغب الإقليم، أو إشراف الحكومة الاتحادية على موارد الإقليم النفطية وغير النفطية، وهو ما يرفضه الإقليم، ما قد يهدد بانهيار المباحثات. لم نتوصل إلى صيغة نهائية على اعتبار أنه بصراحة حكومة الإقليم أبدت استعدادها وبعثت وفد، والوفد أيضا كان إلى زيارة إلى الكتل السياسية وكان يجلس ساعات معنا في اللجنة المالية. طلبنا يعني مدير ديوان الرقابة المالية الإقليم حكومة الإقليم، والرجل حضر وجاء يعني أجلب كافة البيانات التي تتعلق بحقوق الإقليم في كل في الملفات النفطية وفي كل ما يتعلق في الإيرادات النفطية والغير نفطية للإقليم. واتهمت أطراف كردية بعض القوى السياسية بمحاولة تجريد الإقليم من صلاحياته الدستورية وتحويله إلى محافظة تدار مركزيا من قبل بغداد، مؤكدين عدم قدرة الإقليم على تصدير أكثر من 250 ألف برميل يوميا، وما تبقى يذهب للاستهلاك المحلي ولدفع تكاليف الاستخراج والنقل. تسليم الحقول النفط إلى وزارة النفط للحكومة المركزية، ومن ثم هي من سيتحمل تكاليف الإنتاج والنقل، وبنفس الوقت هي من تقوم بتحديد قيمة الاستهلاك المحلي إلى الإقليم. وإذا لم تتوصل الأطراف السياسية إلى توافق بشأن المباحثات مع إقليم كردستان، فإن اللجنة المالية ستضطر للجوء إلى خيار التصويت داخل مجلس النواب وترك القرار لموقف الأغلبية فيه. أحمد عرام، العراقية الإخبارية، بغداد. إذن مشاهدينا، نناقش هذا الموضوع مع النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد ماجد شنغالي. سيد ماجد، أرحب بك. إذن مفاوضات بدأت يعني منذ يعني بوقت ليس بالقصير، بدون حلول، بدون رؤية واضحة. ما هو جديد ملف المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان وبين الحكومة الاتحادية؟ مساء الخير لك ولمشاهدي قناة العراقية الكرام. الواقع هي المشكلة الأزلية القديمة الحديثة، دائما وأبدا في كل موازنة نصل إلى أزمة حصة ومستحقات إقليم كردستان منذ عام 2014 ولحد الآن، لأن ليس هناك اتفاق وفق متبنيات دستورية وقانونية يحترمه الحكومة الاتحادية وأيضا الإقليم. لذلك أقول لك بكل صراحة، لأنه الحكومة الاتحادية وليس الحكومة، بالعكس الكتل السياسية وخاصة الشيعية تريد فرض إرادة المركز على إقليم كردستان وأيضا عزله عن كل صلاحياته الدستورية بأن تكون كل واردات الإقليم تحت تصرف الحكومة الاتحادية، بمعنى أن نتحول مرة أخرى إلى حكومة مركزية بدلا من الحكومة الاتحادية الفيدرالية المذكورة دستوريا والتي تم التصويت عليه بمجلس النواب وأيضا في استفتاء شعبي. أقليم كردستان مستعد أن يسلم أقيام 250 ألف برميل يوميا زائدا 50% من إيرادات المنافذ الحدودية مقابل الحصول على مستحقاته، أما الأخوة في بغداد فيطالبون بأن يسلم لهم كامل النفط المنتج وهم يتصرفون بتسديد. طيب سيد ماجد، هذا واضح. ماذا عن شركة سومو التي أكدت أن أقليم كردستان غير ملتزم باتفاقياته بشأن النفط مع الحكومة المركزية وخصوصا بشأن الصادرات؟ الالتزام ماذا؟ الأخوة في سومو عليهم أن
يعرفوا بأن أقليم كردستان سيلتزم بتسديد مستحقات ما يتفق عليه من تصدير النفط، أما أن يكون تسليم النفط إلى سومو وإدارة النفط وحقول النفط والتصدير من قبل شركة سومو فلا أعتقد بتاتا بأن الأقليم سيوافق هذه، لأن هذه حقيقة ستعزله عن كل صلاحياته وكل ما قام به منذ عام 2014 ولحد الآن. أما شركة سومو فهي تريد أن تسيطر على كافة الأمور النفطية في العراق، مع العلم بأنه هذه الشركة لا يوجد فيها كردي واحد، حتى موظف كردي لا يوجد في شركة سومو. فكيف سنقوم بتسليم كافة النفط المنتج في إقليم كردستان إلى شركة لا وجود لنا فيها؟ المسألة الأخرى، طيب سيد ماجد، هل نعم بأنه اليوم تفضل راح أسمع سؤالك وبعدين أكمل. طيب ماذا يعني عن الأخوة اليوم في بغداد يريدون ماذا عن السيناريو المتوقع؟ سيد ماجد لو سمحت لي، ماذا عن السيناريو المتوقع بأن يذهب تصويت مجلس النواب بشأن الموازنة لهذا العام بالأغلبية، بتصويت الأغلبية كما حصل بقانون تمويل يعني العجز المالي؟ هذه ليست أول مرة تحصل بأنه يذهب البرلمان بالتصويت نحو الأغلبية العددية سواء الشيعية وأحيانا بعض الكتل السنية، كما حصل في قرار إخراج القوات الأمريكية، في قرار التصويت على قانون الحشد الشعبي وغيره من الأمور الأخرى. أنا أقول لك تصويت البرلمان بالأغلبية على قانون الموازنة دون حضور الكرد وموافقة الكرد حقيقة سيكون سابقة، قد يكون بغداد ستستفيد وقتيا بعدم دفع مستحقات الأقليم، ولكن الخاسر الأكبر في النهاية سيكون بغداد، لأن هذا سيهدد كثيرا حتى مستوى وحدة العراق بالنسبة للشعب الكردي الذي حرم من مستحقاته في الموازنة الاتحادية. والحكومة في أقليم كردستان عليها أن تتقبل الواقع وأن تعمل بشكل جدي على حصر كل إيراداتها سواء النفطية وغير النفطية، وأن تدفع رواتب موظفين الأقليم حسب إمكاناتها الذاتية دون الاعتماد على بغداد، لأن بغداد غير مستعدة للتفاهم مع الأقليم ودفع مستحقات الأقليم. طيب سيد ماجد، إذن هناك أصوات كردية تقول أن الوفد الموجود في المركز أو الوفد المفاوض مع حكومة المركز لا يمتلك قرارا حاسما في هذه الملفات ويعود دائما إلى حكومة إقليم كردستان. ماذا عن هذه الآراء؟ ومن يصدر أو يحسم ملف المفاوضات بين حكومة إقليم كردستان وحكومة المركز؟ طبعا الوفد المفاوض برئاسة السيد قوبات طلباني نائب رئيس حكومة الأقليم يمتلك كافة الصلاحيات للاتفاق مع بغداد، وتم الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وتم تضمين هذا الاتفاق داخل الموازنة. ما ورد من الحكومة في موازنة عام 2021 هو الاتفاق الذي تم توصل إليه، ولكن المشكلة في العراق أن رئيس الحكومة وكالكابينة الحكومية لا تمتلك أي ثقل نيابي داخل البرلمان، لأنه لم يأتي من داخل كتلة سياسية كبيرة تستطيع تمرير الاتفاق كما حصل في قانون الإقراض المالي، كما حصل في اتفاق مع أقليم كردستان حول التطبيع في سنجار وغيرها. أما من يقول بأنه لا يمتلك القرار فهذا غير صحيح. السيد قضاء طلباني واضح بأنه منذ اليوم الأول يقول بأننا مستعدون لتسليم أقيام 250 ألف برميل إلى بغداد وأيضا 50% من إيرادات المنافذ الحدودية. واضح سيد ماجد شنغالي النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت معنا، شكرا جزيلا لك. سلسلة من اللقاءات والمباحثات أجراها وزير الخارجية فؤاد حسين خلال زيارته العاصمة الإيرانية طهران، أبرزها لقاؤه مع الرئيس حسن روحاني. كما ناقش وزير الخارجية مع كل من أمين مجلس الأمن القومي علي الشمخاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف تطورات الوضع في المنطقة، فضلا عن التعاون في مجال الأمن والتبادل التجاري.
دعوة إيرانية لضرورة أن يستعيد العراق دوره الريادي في المنطقة والمشاركة في حل الخلافات ودعم الاستقرار، فكرة طرحها المسؤولون في إيران خلال لقاءاتهم مع وزير الخارجية العراقي الدكتور فؤاد حسين، الذي وصل صباحاً ليلتقي نظيره الإيراني في جولتين للتباحث في ملفات التعاون الإقليمي والثنائي وسبل تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين. مثل العراق التوجه المتعادل والمتوازن والشريف في السياسات الخارجية، ولعب دورا إيجابيا على الدوام في تقريب وجهات النظر بين بلدان وحكومات المنطقة، وقدم مبادرات تقوم على ضرورة التواصل بين الحكومات وإيجاد حلول للاختلافات عبر المفاوضات والحوار. وخلال لقائه بالرئيس الإيراني أشار وزير الخارجية إلى أهمية إيران على الصعيد السياسي والأمني وضرورة تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة مع دول الجوار، واعتبرها من الأولويات الرئيسية لسياسة العراق الخارجية. العلاقات الإيرانية العراقية تستند إلى قاعدة تمتد إلى عمق التاريخ، والجمهورية الإسلامية تريد إحياء هذه القاعدة في كل المستويات. الآن هناك تبادل تجاري، هناك تبادل سياحي، وكذلك هناك تعاون أمني وسياسي. وتأتي الزيارة بعد أسابيع من اجتماع للجنة التعاون الاقتصادي بين البلدين دعت إلى تشكيل لجان لمتابعة وتنفيذ المتفق عليه عبر الجهات المختصة. زيارات تأتي في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بتنظيم العلاقات الثنائية وتحفيزها. درة زهير، العراقية الإخبارية، طهران. دعا مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات التحالفات السياسية الراغبة بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى مراجعة دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية لتحديث بيانات الأحزاب المنضوية داخل كل تحالف. المجلس أكد أن التوقيتات الزمنية التي أعلن عنها لكل مراحل الانتخابات هي مواعيد نهائية، كما دعا المجلس المرشحين الأفراد والتحالفات والأحزاب السياسية إلى مراجعة المكاتب الانتخابية المنتشرة في عموم أرجاء العراق لتقديم قوائم المرشحين. وذكر المجلس أن مفوضية الانتخابات هي المؤسسة الدستورية المهنية المستقلة والمحايدة التي تنظم وتدير العمليات الانتخابية منذ تأسيسها وتمارس مهامها استنادا إلى القوانين ذات العلاقة بعملها، ولذا فإنها تود أن تبين لشركاء العملية الانتخابية والشعب العراقي أنها شرعت باستعداداتها لإجراء الانتخابات البرلمانية معتمدة على نظام الصوت الواحد غير المتحول في عد الأصوات. وذكر المجلس أن المفوضية قطعت شوطا كبيرا في عمليتي التسجيل البيومتري وتوزيع بطاقة الناخب البيومترية. ضمن الجهود الرامية لحث الناخبين على تحديث سجلاتهم، تواصل مفوضية الانتخابات وبالتعاون مع تجمع المعوقين العراقيين استقبال شريحة ذوي الإعاقة من أجل تحديث سجلاتهم وسط مطالبات تسهيل الإجراءات لهم. من منطقتين مختلفتين في العاصمة بغداد من حي القاهرة والبياع جاء هذا الرجلان لتحديث بيانات سجل الناخبين ضمن الجولة التي تقوم بها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لكن من هما وكيف فعل ذلك؟ وصل كل من أمير وأحمد عبر استخدام درجتهما النارية إلى مقر التسجيل البيومتري لتحديث بيانات سجل الناخبين، كلاهما أصم، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي تمكن من الحضور هنا اليوم. يتحدث أمير يقول مراكز الموجودة متوفرة حتى لو كانت يمنى قريبة، لكن صعب التفاهم معهم لأنه أنا أصم وما متوفر مترجم لغة الإشارة أو ناس يفتهمون إذا كان سواء عندي خطأ أو فتشي، لكن الحمد لله أنه موجود تجمع المعاقين في العراق وموجودين مترجمين لغة الإشارة
وتكون التيسيرات وتسهيلات سريعة. منظمة ذوي الإعاقة ومقرها بغداد كشفت أن العام الحالي وحال جرت الانتخابات للكيانات السياسية في موعدها المقرر، فإنها ستعتبر أولى السنوات التي تتوسع فيها دائرة فسح المجال لذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم ضمن التزام العراق بالاتفاقيات الدولية والمحلية لتحديث بيانات ومعلومات الناخبين أولاً. سنوات مضت كان هناك ضعف في التعاطي والتفاعل مع هذا الموضوع، لكننا ومنذ فترة قررنا أن يكون هناك أكثر تفاعل لجذب انتباه والاهتمام بمشاركة واسعة لذوي الإعاقة في الانتخابات القادمة لكل الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والإعاقات الذهنية البسيطة. المفوضية العليا المستقلة للانتخابات دعت من جانبها الجهات المحلية والمؤسسات الثقافية فضلاً عن وسائل الإعلام إلى المشاركة في نشر التوعية ضمن الشرائح الاجتماعية المختلفة بينها الصم والبكم للاستعداد للانتخابات. ما يقارب 4 مليون شخص، لذلك نحن في دورنا ساعين وجاهدين للوصول لهم في كل أماكن تجمع هذه الشريحة، شريحة ذوي الإعاقة، من أجل تحديث بياناتهم. فيما أبدى عدد من ذوي الإعاقة مخاوفهم للإخبارية من تجدد معاناتهم مع مراكز الاقتراع بعد تجارب واجهوها خلال الانتخابات الماضية. لقناة الإخبارية العراقية من بغداد، صبر كاظم. إلى العناوين مشاهدين. الكاظمي يؤكد قدرة القوات الأمنية على مواجهة التحديات ويدعو للوقوف إلى جانبها وعدم السماح بانعكاس الوضع السياسي عليها. نحذر بشكل كبير من زيادة كبيرة بعدد الإصابات بالعراق وزيادة بعدد الوفيات وزيادة بعدد الحالات الحرجة. إصابات كورونا تزيد على حالات الشفاء لأول مرة منذ أكثر من شهرين، والصحة تلوح بإعادة حظر التجوال إذا استمر التهاون بالتوجيهات. المالية النيابية تقترب من حسم موازنة العام الحالي، والتصويت الأغلبية يهدد حصة كردستان مع استمرار عدم الوصول لاتفاق حولها. المراكز اللي موجودة متوفرة حتى لو كانت يمنى قريبة، لكن صعب التفاهم معهم لأنه أنا أصم. وكما تابعتم، الصم والبكم يختارون التمسك بأصواتهم، حملة لتحديث البيانات البيومترية في هيئة ذوي الإعاقة تحضيرا للانتخابات. ودائما شكرا لكم لكرم المتابعة، نلقاكم على خير. إلى اللقاء.